سمعني حمزة، تشوفوا انا غنقول لكم اشنو كاين. اوكي تيبوا غنقول لك اشنو كاين وغتسمعيني مزيان. انا سمعت الموضوع وانسى واسمعني مزيان وغي سمعيني، غي سمعيني وغادي تفهمي كل شيء. غي سمعيني، واسمعني نهضر مع الاستاذ فيصل، هو اللي وهذاك فيه الشيء اللي طرا التنازل. مليكة، اوكي، راه هذاك الشيء اللي لان طرا التنازل طرا ما في حمزة. ايدي نزار، تنازل ما في ايدي انا، تنازل ما في دخوت نزار، ما في دخلتي لطيفه. اوكي، تنازل غتمشي عند الاستاذ فيصل، هو اللي غادي تقول اعطاك التنازل الاستاذ فيصل، راه كاين تنازل. نزار براسو ما خصوش، ما عنده ما يقول لك. اوكي، دونك واخا التنازل. مالك، نقول لك واحد الكلمة، أن اه هذا الشيء اللي قلتي أيه صحيح. حمزة قبل الجلسة، يعني مع ثلاث واقيلا قبل الجلسة أو الأربع، مشى الله يفرجها أنت القدام يا ما تحاسبهاش على الماضي ديالها، حتى هي ما تحاسبكش على الماضي ديالك، هذه من طبيعة الحال. استاذ. شوف دابا باش كيبقى فيك ماشي الحال، كيف شوف نشوف هو مع الكلمه، شفت بزاف تشدوا، وقع لهم مشكل وهادي وهادي، فهاد الشيء ديال السوشيال ميديا وهادي، واخا كيتشدوا وهادي وهادي وهادي، كيبقى فيك الحال. واخا تكون عندك عداوه معاهم كيبقى فيك الحال، عرفتي علاش؟ نعم، دوك الناس مثلا سير شوف البنات مثلا اللي تشدوا هادي، كيبقى فيك الحال. سيرتو المرأة أخي حمزة، سير شوف والمجتمع المغربي ما كيرحمش، يعني ما امرأة ممكن كيرحمش تكون اخويا. مدوزة السجن، دابا بنادم، راه كتولي هذيك شوف النظرة ديال نقول لك عليكم واحد السلام الكلمه، يا نقول ربي. لك واحد الكلمه، حل معايا ودنك خوتي اللي كاين في الله، حلوا معايا. دابا مثلا وهذا الشيء غيته كلشي كيتشفى، كلشي كيتشفى. يا نقول ربي. لكم واحد الكلمه، هي مثلا، هي بدون ديك الاسامي ولا شي حاجه، وكا وكا وكا، هي مثلا نادا، هي تشدات وتشدوا بنات حتى هما قبل منها وهادي، والعالم وهادي، هي دابا مشدوده نادا، فهمتي؟ هي مثلا نادا وقع لها المشكل، نادا النقطه الواحده، نقطه الضعف ديالها شنو هي نادا؟ هي البنيه ديالها، هي هو من طبيعة الحال هذيك راه فالت الكبد ديالها، راه من طبيعة الحال أن نقطة الضعف ديالها، برافو. راه إنسان كيقتل على ولاده ولا بلاده. شوف انا، شوف خوتي، انا كنهضر معاكم، انا ما كنهضرش معاكم بالعاطفه ولا شي حاجه، اللي مثلا غادي يقول لي عاطفه يمشي عند ماماه، فهمتي؟ دابا أنت ما كدويش بلا، دابا راك كتكلم في الموضوع. كندوي معاكم بالمنطق. دابا مثلا نادا عانات بزاف، علاش كانت كضرب النادا بنتها والمشاكل والعالم وهادي 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 وهادي. دابا شنو منا، شي ولات هي خايفه، كتقول لي عافاك حمزه ما بغيش الولد في الحبس. وراه من طبيعة الحال اخويا حمزة، يعني وفهم مأساة هذيك الطفلة. وي كتقول لي عافاك حمزه، واش دابا مثلا كتقول لك، دابا شوف عند كتقول المأساة الأولى وتولي مأساة ثانية، فهمتيني؟ وي كتقول لك عافاك، ما بغيتش نهضر، ما بغيتش نولد في الحبس، فاش انسانه مثلا مدوزه واحد المعاناه. يعني هنا، يعني هنا سو انا هنا اخي حمزة، انسان واخا يكون قلبه حجر، يعني إن على الشيطان ويكون تنازل، شوف انا يعني ما واحد كنتش، الإنسان. أنت نيبال ما كدويش بالعاطفة، أنا اللي كندوي، أه حمزة أنا اللي كندوي. نيبال. شوف انا وليت كنشوف واحد الحياه اخرى، حيت انا دابا بعض المرات الناس اللي قراب ليا واللي كيعرفوني مزيان 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 مزيان، انا مثلا شي حاجه من هنا لقدام، حتى حاجه ما كتبقاش كتفرح اصلا، فهمتي؟ حتى حاجه اللي غادي تجي ما تفرح، لابسين واكلين، ولاد عائله الحمد لله، حتى واحد ما كيصرف علينا، ما كنتسناو حتى حاجه مع شي واحد. انت راك تلاقيتي معايا وعارفني كي داير، فهمتي؟ يعني ما كنتسنى حتى شي واحد ما عندوش شي حاجه، مثلا هي فاطمه عارفاني اش كنسوى، فهمتوا؟ ما كنتسنى حتى شي حاجه مع شي واحد، وما كان فهمتي. انا كندوي مثلا السيده دوزات واحد المعاناه، ودوزات وادي وادي مع بنتها مثلا، كان انا ما كنفكرش دابا هي راه مشدوده، كنفكر باللي نادا فاش غادي تخرج من الحبس، وهي والده في الحبس، اشنو غادي يوقع عاوتاني؟ وحنا مجتمع ما كيرحمش، وسيري انت راك حباسه، انت راك حباسه، والده ولدك. وي وي هذه هي الهضره، وهذه المأساة هي وقعت لغيتها، يعني من خرجات مسكينة شنو خوات المغرب. شوف ديك باش السيدة، مات. شوف ديك مساء السيدة، الخير أنور خويا. شوف الناس البارح انا طالعة معايا في الكيس، وبنادم كي كومونتي، انا ما عنديش مشكل مع ديك السيدة، وما عمرني ما، وي اختي غيتها. انا بعيد عليا ديك السيدة، انا هي ما بين هي معانا والله عمرها، دار هذيك السيدة حتى هي، شوف حتى هي بنت الناس الله. وبقات فيها نادى، بقى شوف شوف باش نوضح واحد الحاجه، ديك السيده عليكم الناس اللي ما السلام. عارفينش، الناس اللي ما عارفينش، الناس اللي ما صباح عارفينش، ديك السيده راه ما عندهاش عداوه مع نادا،
حيت دارت واحد الابيل بيناتهم بعضياتهم، والموضوع راه تجمع وطوا، يعني بنادم بلا ما يبقى يحفر هكا مال نادى مع غيتا ولا غيتا مع نادى، وهذي داكشي كاين هادشي بيناتهم. خرجت السيده، خرجت السيده وهضروا بعضياتهم وهذي وهذي، راه هي تكذبني اذا كان هادشي ماشي فري، يعني ما عندهمش شي مشكل بعضياتهم، فهمتي؟ اما بخصوص انا كنشوف، انا كنشوف انسان من بعد فاش غادي يخرج من ديك البلاصه، هاي هاي قالت لك بصح، حيت انا ما كاينه كاينه ما كايناش ما كايناش. قالت بصح وي فهمتي. انا كنهضر، انا كنهضر بخصوص الناس اللي مثلا اللي مشدودين، هي هي تحياتي مؤمن. شوف نادا، نادا انا ما غاديش كنجي نشوف نادا مثلا عندها 23 ولا 24 عام، بيبي كيف ليبي فهمتي. السلام عليكم. عاليه السلام. وي هي عندها 23 عام او 24 عام، راه دوزات. برافو. يعني 24 عام 24، وحنا شرفنا ومازال كنديروا في الكوارث. 36 عام او 38 عام. شوف خويا راني باك، يعني راه مدوزه اللي واحد دقيقه نقول واحد الكلمه ديالي. الاخوان راه ان الله غفور رحيم. انا يعني غادي نقولها كلمه كلمه حق، وكيفاش كنحس، كيفاش كنحس انا كأم وكامرأة. اوكي يعني هاد البنات مساكن اللي كلهم جاهم القدر انهم يدخلوا الحبس وداك الشيء، يدخلوا راهم دوزوا كيف غيتا دوزت اللي كتب ليها الله وخرجت الله يسهل عليها ويصوب لها الامور. انا بغيت غير نعرف الناس اللي واقفين ضد هاد التنازل وضد هذيك البنت اللي في عمرها 24 عام يا عباد الله، وفمها وكرشها لفمها يا عباد الله، يا هاد 730 واحد والناس اللي كتسمعوا، الله يرحم لكم الوالدين. راه الدريه بقى صغيره، راه حامله، راه عاز، راه واحله في كرشها. يعني اللي واقف ضد هاد التنازل وضد ان هاد السيده تخرج، راه اقسم لك بالله ان الوقت دواره، وراه كاين الكارما اللي كتخلص غدور دور دور وترجع عند الواحد. الله يرحم لكم بها الوالدين الا ما عطاو لهاد السيده اتساع، واللي وقف ليها ضد التنازل يهز يديه. اللي غلب يعف، وجه الله لما اللي غلب يعف. الدنيا دواره، والدنيا دواره اللي غلب يعف. اخويا الدنيا دواره، اللي غلب يعف. الله يرحم لكم بها الوالدين. يعني خلاوا الطاليان باسطه، الله يجعل شي بارك. ديك الدريه مسكينه راه صغيره كتكبر بوحديتها مع جداها ومع ومع راجلها. وكذلك ان السيده كرشها، دابا دي كرشها لفمها، غادي تبغيو، غتبغيو اختك ولا امك ولا بنت خالتك ولا صديقتك تبغيها تولد في الحبس، ولا تبغيها تدخل حتى دقيقه المكان الحبس؟ ما غتبغيوش الخوت، ما غتبغيوش حتى شي واحد ما غيقبلها، ياك؟ والله يرحم لكم بها الوالدين، راه حنا مسلمين ياك، وفينا الدم ديال الاسلام، يعني يحن قلبكم على هاد البنت. الله يرحم لكم بها الوالدين. يعني اللي واقف وشاد وداير عصا في هاد التنازل، واللي كيعمر من شي جهه اخرى يطلق يرجع للور. وانت اللي ربي غيكمل لكم عندكم. وكنطلب منكم الاخوان، كنطلب منكم انتم انسان يقول كلمه زوينه وسيرتو في هاد القضيه انسان في السجن. دعوهم في لي كومونتير، تيقول لك دعوة الغريب مستجابة. يا ربي اطلق صراحة، يا ربي وحيلة على خير، ما عرفتو الدعوي. بغض النظر على الأخطاء ديالها، بغض النظر على كل شيء، كتبقى إنسانة. وكذلك أن إنسانة عندها واحد المولود تيلاد في كرشها، غدا ولا بعد غدا أن يتزاد في السجن، غتولي مأساة. هذاك الطفل من يولى عنده 5 سنين او 10 سنين. نيبالا نيبالا نيبالا. انا شوف عندك ويو. واحد شوف شوف اسمعني باش توضع الامور، شوف الجانب الانساني. وي تفضل. نيبالا اسمع لي، انا غادي نهضر على راسي مثلا. انا مثلا انا راه حفروا لي بزاف، حتى شدتنا هذا وبقاو كيحفروا لي. وحق اللي خلق الدنيا ودينا خوتنا، جاو الناس بريفياج وكيصيفطوا المؤامر بريفياج وهادي، بغاو يطيحوني في البيرج وهادي والعالم وهادي. وحق اللي خلق الدنيا والدين، اجي قصه راه حمزه، اجي الوزيز، اجي نتلاقاو هنا في بلاصه. علاش هادشي هذا كامل زعما؟ علاش مثلا؟ باش يطيحوك. شوف زعما باش طيحوني في ذاك
انا شو شو انا ما غاديش نقول انا ما عنديش مع السي ديال انت راك ني با ومنهم وحداني ترى كانت جات عندي اللي كنت اتصلت بك عليها وكانت طايب نيت. عندك انت في الكيس وي اصلا فهمتي وسبيتيها في الاخر قلتي لها سير غادي من السيد. وي انت تلاقيتي معايا والناس اللي تلاقاو معايا والناس اللي كيعرفوني قريب راه كيعرفوني راه ما عنديش مع التخربيق اصلا ديال السوشيال ميديا انا راه بعيد عليها انايا فهمتي. انسان بنادم كتجي كتحفر لك كتقول لك هكا انا كنبغي نوجه لكم واحد الكلمه ديك السيده محقلها انا كنعرفها معايا انا وكيفاش كنتعامل معاها انا وكيفاش كنتعامل معاها راه ما كاينش بنادم اشنو غادي يجي يقول لي نادا مثلا خايبه ولا هادي داكشي ما كندخلوش على راسي باش تكونوا عارفين بنادم اللي كاين غادي يجي يحفر لي من ناحيه نادا ديك السيده راه ما غاديش نفوتها انا غادي نقول لكم واحد الكلمه غادي نبقى كتبقى الزوجه ديالك غادي نبقى مقلقان بحال ما تقولش الزوجه ديالو راه بغى يكون بين التيلاد اللي فكرته وصافا با برافو بطبيعه الحال برافو غادي نبقى مقاتل معاها غادي نمشي عندها الزياره غادي نحط لها فلوسها في الزياره فهمتي وكيبقى تحط ديما 1000 درهم السيمانه ياك وقال 1000 درهم السيمانه نحط لها فلوسها كيما نحط لها فلوسها نحط لها الواجبات ديالها وهذه وهذه سطروا عليها الكلمه اللي قلت سطروا عليها شوفوا فهمي تفضل نقول لكم واحد الكلمه اش انا نقول لكم واحد الكلمه انا ما هذا الشيء ديال اللي وقع الندى دابا ديك العلاقه اللي كتجمعني انا وديك السيده كبار ما هذا الشيء ديال الحادث ولا شي حاجه شي كارثه كبيره فهمتي مشي عند السيده الزياره نحط لها الواجبات ديالها نهضر معاها نهزلها المورال واجب عليك هذاك اخويا الامور طيبه واجب. يعني الانسان ما يبقاش يبيكي حمزه مثلا عقد ما كيدخل الزياره اسير اخويا الله يرضي عليكم اخوتي الله يرضي عليكم كبروا دماغكم وها هو بلاتي اخويا حمزه وها هو الهضره اللي كانت كيقول بنادم الزواج ما لا ني با لا ني با لا انا البصيره كتعمى بعض المرات الانسان ما كيبقاش حمزه واش تخاصمتي مع حريوده ما تخاصمش مع حريوده اختي حريوده ما مع حريوده لا والو حنا كنناقشوا الموضوع راه كنناقشوا الموضوع الله يهديكم اخوتي نتوما شنو كيبقى بنادم كيبقى يخشي هو الفضول هو الفضول عباد الله وها هو مخاسم معاه ولا مصالح معاها اشنو غتستافدوا وهضروا في شي حاجه اللي غادي تقدروا تعاونوه ولا فيكم ما تدعوا شي دعوه زوينه السيده بيناتنا الاحترام بيناتنا الاحترام كتبقى موت السيده بيناتنا واحد الاحترام متبادل يعني الانسان ما يبقى يحفر في شي حوايج اخرين عاوتاني وهذه 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 الانسان ما نتسناش انا يبقى يحفر ليا دماغي كبير الحمد لله ما كنتسنى حتى بنادم غادي يوضح ليا شنو غادي دير يا حمزه ولا شنو غادير انا اللي في راسي واللي مقتنع بها دماغي هي اللي كنغني نديرها واخا بنادم يبقى يحفر راه يا وما يحفر وانتم عارفين شنو كاين وما غادي يصور والو عندي انايا الحمد لله راه كبرت واحد البيئه قريت الحمد لله تعلمت خديت الباك ديالي ما كنتسنى حتى واحد يبدا يعني حتى واحد ما يبقى يحفر ليا في شي حوايج. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام اختي العاليه السلام حمزه فاطمه شوف نيبالا انا سمعت الموضوع اللي داير بيناتكم شوف غنقول لك حمزه غنقول لك الكلام ديال الصح بغيت تسمعي كلام الصح شنو بغات جاتني ابل راه كاين السبيطار وكاين الحبس وشنو بقى قدام هادشي راه بقى القبر ربعه الشبوره اش بقى وي بقى والو فهمتي الله يطلق صراحة الجميع انا ديك انسانه ما كيهمنيش الماضي ديالها كيهمني نهار ولات محسوبه عليا هذا ما كان دابا من حتى ما غاديش تحس عرفت قبل ماشي سوقه هي فيا هذاك الشيء قديم طبيعه الحال تمام كيف ما تحس بهاش على الماضي. صباح الخير اختي ميمي الله يحفظك.